فإذا في العهد الجديد بيقتبسوا إيمان المرأة الكنعانية. وأنا كنت بقرأ في سايت لواحد باكستاني شايف شوف، فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. شايف حتى يعني شوف العنصري حتى صار يتطاول على اسم يسوع بدل ما يقول يسوع حتى في القرآن غلاما زكيا ما فيوش ولا خطيعا بالطاول. يعني الدرجة الكره اللي في داخل الإنسان عاوز أدمر الشخص التاني، عارف زي واحد مش قادر يحارب جندي وجها لوجه فبروح بضرب صواريخ عشوائية وبضرب، مش مهم يموت نساء أطفال رجال أبرياء، مش خليني أضرب يعني المهم أخرب. بس ما أنت عم تأذي نفسك لأنه بنفس الضربة أنت عم بتشوف أنه كل شيء له جواب في الكتاب المقدس. لو رجعنا بنفس العيار نقول لك اثبت لي، وريني، اكشف لي، تعال قل لي. يعني بتقول مثلا يعني رحمة للعالمين، قل لي ليش، يعني فهمني بأمثال بأمثلة. أنا بقول لك رحمة لأنه المسيح طهر الأبرص، لأنه أشبع الألاف، لأنه صنع خير، لأنه أقام الموتى، لأنه شفى المولود أعمى. يعني واضح، يعني مثل ما بقول الكتاب عندك بقول آية للناس ورحمة، آية للناس، أي ناس؟ لكل الناس. يعني بس لو الواحد بيبحث شوية أكيد راح يصل للجواب.